هناك كهرباء في الجو تقال أحياناً مجازاً عند توتر الموقف، لكن قريباً قد يصبح هذا المجاز حقيقة ونجد الكهرباء ليس فقط في الجو بل في المحيطات والطرق والأنفاق. مرحباً بكم في عصر الكهرباء، مرحباً بكم في عصر كهرباء المواصلات. هل تعلمون متى ظهرت أول سيارة كهربائية؟ قد تتفاجؤون بأن أول سيارة كهربائية أنتجت أواخر القرن 19، وبعض نماذج هذه السيارات كانت قادرة على حمل 6 أشخاص والسير مسافة 23 كيلومتر في الساعة، أي نصف الرقم المسجل باسم العداء الجامايكي يوسين بولت. وهذه السيارات كانت تلقى رواجاً حتى عام 1908 حين أنتج هنري فورد مركبته الشهيرة موديل تي بمحرك يعمل بالبنزين أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة بكثير. بحسب إحدى الإحصائيات من عام 2016 تمثل الانبعاثات الناجمة عن المركبات في الشوارع حوالي 12% من إجمالي الانبعاثات الضارة حول العالم. ومع تزايد الاهتمام بمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري تتجه الأنظار اليوم إلى السيارات الكهربائية بصفتها حلاً بديلاً وصديقاً للبيئة. لكن اللافت للنظر أنه برغم الاستثمارات المتزايدة وسياسات التحفيز من الحكومات حول العالم لا تزال السيارات الكهربائية غير مرغوب فيها ويحجم عدد كبير من المستهلكين عن شرائها. فما الأسباب والتحديات العملية التي تواجه انتشار هذه السيارات؟ أهم الأسباب يتعلق بالبطاريات فيما يخص قدرتها التخزينية للطاقة وعمرها الافتراضي والوقت المطلوب لشحنها، وينتج من هذا ارتفاع تكلفة البطاريات. فمثلاً يصل سعر بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية إلى نحو 125 دولاراً للكيلوات ساعة. وإذا أخذنا مثالاً سيارة تسلا موديل S عام 2021 التي تحتوي على بطاريات بقدرة تخزينية تقدر ب 100 كيلوات ساعة، فإن تكلفة هذه البطاريات لوحدها تصل إلى 12,500 دولار تقريباً. ولأن أسعار البطاريات تمثل أكبر نسبة من تكلفة السيارات الكهربائية، يجب ضمان عمر هذه البطاريات ليوازي على الأقل عمر السيارة الافتراضي نفسه. فعمر البطارية تراوح بين 3 و5 سنوات، وتغييرها كل 4 سنوات غير منطقي على الإطلاق. عامل مهم أيضاً لا يشجع على شراء السيارات الكهربائية هو ضعف البنية التحتية في الدول، من حيث عدم وجود محطات شحن كافية داخل المدن وفيما بينها. أما على صعيد الحكومات فقد وضعت قوانين تحفيزية وتم توفير محطات شحن مجانية في المواقف العامة والمستشفيات والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن تشجيعاً للمستهلكين. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً أعلن الرئيس جو بايدن تخصيص ما يصل إلى 7 مليارات دولار لإنشاء نصف مليون محطة شحن في السنوات الخمس المقبلة. وتحت ضغط الحكومات يتجه عدد كبير من شركات تصنيع السيارات إلى إيقاف إنتاج السيارات التي تعمل بالبترول بالكامل قبل منتصف هذا القرن. وبرغم أن السيارات الكهربائية لا تمثل حالياً إلا 3% من مبيعات سيارات الركاب في جميع أنحاء العالم، فإن التقارير تتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2025 و58% بحلول عام 2040. فهل ستتمكن هذه الشركات من تحقيق أهدافها؟ ولو خيروك فهل ستشتري سيارة كهربائية أو لا؟